اهلا بكم مشاهدي الاعزاء في حلقه جديده من برنامجنا اس بي سي بالعربي. معكم هايدي راشد. مريم فارس تواجه العديد من الانتقادات في فيلمها الوثائقي الجديد غدارة يا دنيا بسبب انها لا يحمل اي رسائل او مضمون. اليوم طرح فيلم تامر حسني الجديد مش انا بعد تاجيله فتره طويله بسبب الكورونا، وهو اول فيلم مصري يتم تصويره العديد من اللقطات في السعوديه. الفيلم من بطولة سوسن بدر، ماجد الكدواني، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني. أصالة جذبت الأنظار في فوتو سيشن الأخير لها ونشرت الصورة عبر إنستجرام وعلقت عليها الحياة فرصة لمن يهواها وأنا خلقت لأحيا. ياسمين رئيس تبدأ مسلسلها الجديد 60 دقيقة وتكون أول بطولة لها في عالم الدراما التلفزيونية، والمسلسل من بطولة كل من شيرين رضا، سوسن بدر، صبري فواز، وتدور أحداث المسلسل في قالب من التشويق والإثارة. ونختم أخبارنا اليوم بوفاة المخرج الكبير أحمد المهدي بعد صراع كبير مع المرض. تنع أسرة اس بي سي بالعربي أسرة الفنان والمخرج الكبير أحمد المهدي. وصلنا لختام حلقتنا، متنسوش تعملوا لنا سبسكرايب ولايكس، ومستنيه تعليقاتكم. وكان معكم هايدي راشد. باي باي.